المصاري هي الحل يوسف، ما بيوقف حدا بوشها، وهداك لما نعطيه المصاري رح يلاقي سبب ليطلقها، ما بيعود يفكر بالشرف. بلكي ما قبل. رح نحاول. أعطيني رقم أخوك لأحكي معه هلأ. يلا. هات. ديا، أنا رح دق لمصطفى. أيوة. عميرن، رقم خاص. هاي المرة. رد رد. ألو، ألو مصطفى، مين أنت؟ أنا أبو لخليل. أبو لخليل مين؟ ألو، ألو مصطفى، شو بدك؟ انت لازم تطلق ميرنا. اي اوامر تانية؟ خلاص لك واسمعني، رح نرفع دعوة وانت حتوافق. رح موته هلأ هو وابنه. لشو؟ اسمع، انت ما بتعرفني. وانت ما بتعرفني. بتعرف انه هلأ فيني موتك، بس انا رح حلها بالتراضي. قديش بتاخد وبتطلق ميرنا؟ شو؟ 25,000 بكفي؟ لك شو في؟ لا بدي أكتر، أكتر بكتير من هيك. راح أدفع لك 50,000 يورو بتطلق. ألو، شو قلت؟ يا معلم، والذهبات والمصاري ونقوط العرس كلهم مع ابنك، بس نستلم ورقة الطلاق بتاخد كل شي، وبتوعدني ما تقرب على الشباب مرة تانية، وبتتركن بحالن، عم تفهم؟ وصلنا. شو قلت؟ انت موافق؟ لا لا مو موافق. اسمعني شوي، فكر ومنحكي. رضي؟ تقريبا. بلا شرف. شو قصة الذهب والمصاريف؟ اتركني هلأ. ليكو، فهمني شو حكيتو؟ نزيل، مو هيك طحش، لنشوف إذا فخ ولا حقيقة. رح يقبل فورا، فاصل، بده مصاريفه والذهب، طلب أكتر كمان. الواطي، قلت لك المصاري بتحلها. ميرنا، 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 طلعي فيه. خلص لا تبكي، خلص. هذا يا قلت لك انه فخ، شايف كل هدول حرس؟ شو ها؟ امشي الروح، امشي. ايه استنى، هي اجينا وخلص، امشي من هون. تعال
بالأول بعني بابا وهلأ. ليش يا ميرنا؟ في حل تاني غيره؟ وكمان عم يتفاوضوا. هاد واحد واطي، ممكن يبيع حاله كمان. مظبوط. أنا عم فكر بالأهم، حريتك وراحة بالك. رح تتخلصي من واحد كلب واطي. ميرنا، أنا رح حل مشاكلي كلها، وقتها كتير منرتاح. تخلص المشاكل وبتبقى اللحظة الحلوة. شوف شوف الحقيرة. في 50,000 يورو. رح نستنى للمساء. لو يوسف ما كان معنا